اهلا بكم مشاهدينا وحلقه جديده من حلقات برنامجكم ستات دوت كوم. طبعا احنا دلوقتي كل سنه وكلكم بالف صحه وخير طيبين. احنا فصل الصيف، وطبعا فصل الصيف مشكلته الكتيره قوي او مشاكله الكتيره قوي دايما بتبقى متعلقه بالمشاكل الجلديه. ليه بقى؟ لان احنا دايما بنحب طبعا نخرج كتير، وبنحب طبعا ان احنا نروح البحور وحمامات السباحه، ودي طبعا بتبقى مشكله كبيره جدا جدا على اي حد بيعاني من المشاكل الجلديه عندنا كلنا، عند الاطفال وعند الشباب وعند الكبار كمان. النهارده ان شاء الله هتكون ضيفتنا اللي منورانا دكتور ايمان عزيزه، اخصائيه الجلديه وكمان التجميل بالليزر. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي. طبعا حضرتك عارفه ومتاكده واكيد بيورد عليكي جدا جدا المشاكل الكبيره اللي بتحصل في فصل الصيف، يمكن اكتر كمان من بقيه فصول السنه. فايه اكتر يعني الامراض انتشارا في فصل الصيف بالنسبه للجلد؟ اولا احنا اننا بدانا فصل الصيف، فاحنا عندنا حاجات كتير جدا ممكن بتظهر معانا، يمكن ابسطها والشكوى الدائمه تغير وتصبغ لون الجلد. تمام. دي بتبقى يعني كل الستات وكل البنات وكلهم، خلاص احنا اتسمرينا من الشمس. احنا بقينا خلاص مش عارفين نفسنا من ان احنا اللون بتاعنا اتغير. طبعا مرورا بقى بالحاجات العدوى اللي ممكن تحصل، سواء كانت عدوى فطريه او عدوى بكتيريه وحاجات تانية كتير. فلو بدأناها من قصة ان هي اسمرار الشمس، فاحنا اسمرار الشمس ده والجفاف ناتج عن التعرض المباشر للشمس بدون وقاية. مبدئيا كده انا عشان خاطر اتعرض للشمس، يبقى انا حتى ولو كنت في فصل الشتاء، فانا مطالبة ان انا احط حاجة يعني من شأنها انها تعزل او تقي جلدي من الحرارة المباشرة للشمس. يعني حضرتك يعني تقصدي ان انا اكون مسبقة مثلا، يعني من فصل الشتاء اكون قايمة مثلا روتين وقائي كده تمهيدا لفصل الصيف؟ هو بالظبط كده. لو انا عارفه ان انا هتعرض للشمس سواء كانت شتاء او صيف، فلازم انا يكون عندي واقي الشمس اللي انا لازم استخدمه. ما اقولش لا دي شمس الصيف اللي بتعمل مشاكل، واقول لا دي شمس الشتاء فبتكون زي ما بيقولوا باللغه العاميه او الدرجه اللي هي الاهدى او الشمس البارده. فلا دي او دي، الاثنين ليهم اختار، ولازم اكون انا على درايه كامله ان انا يكون عندي واقي الشمس المخصوص اللي انا اقدر ان انا احطه قبل ما انا نازله. وطبعا اختياره لازم يكون بعنايه شديده جدا. بمعنى يعني انا مثلا عندي حبوب، ما ينفعش اروح اجيب واقي شمس دهني قوي واروح جاي حاطه على بشرتي، ما هتزود لي الحبوب. لو عندي مثلا كمان نوع من انواع البشره اللي هي الجافه قوي، ما اروحش اختار العكس واروح اجيب حاجه للبشره الدهنيه او كده وهتجفف لي البشره بزياده. تمام. في بعض الناس ما بتستغناش عن المكياج وما بتستغناش عن ان هي عايزه نفسها طبعا تحط مكياج، بس تقول لك لا واقي الشمس ده بيمنعني. صحيح. طيب يعني ما هو حاجتين بيبقى واقي الشمس، انا عارفه ان هو كان في منتج زمان كان تقيل وكان بيدي لمعه قويه قوي في بعض المنتجات فيه، دلوقتي خلاص الحمد لله بقت فيه منه منتجات لطيفه، ومن ضمنها كمان الفاونديشن بيبقى واقي شمس مع فاونديشن اتنين في واحد، بتختاري الدرجه اللي بتناسبك وبتحطيها ويبقى مالكيش حجه، لازم هتنزلي تماما. هو جميل جدا يعني حضرتك، يعني ان انا اعمل ده اتنين في واحد زي ما بيقولوا كده، دي حاجه سهله عليا جدا. بس المشكله ان في ناس بتفهم ده، او في بنات بتفهم ان هي فعلا تعمل ده، وفي بنات تانية ما عندهاش الثقافه لكده. يعني مثلا بتقول انا ببقى مش عارفه اختار مثلا نوع كويس، مشكلتي ان ببقى مش فاهمه نوع بشرتي ايه بالظبط، ايه اللي يناسبني اكتر. تمام. ففي الحاله دي تعمل ايه؟ هو في تيست واختبار بسيط قوي اللي احنا بنعمله بالمنديل الورق. تمام. لو انا معايا منديل ورق وهي طبقه واحده بس كفايه، واكون غاسله وشي كويس قوي 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 بغسول، ما يكونش يعني غسول ناتشرال او حاجه طبيعيه تماما، ما يكونش فيه مثلا هو بينشف ولا هو بيدي ترطيب زياده عن اللزوم، غسول عادي جدا وما يكونش صابون، واستنى بعد ما غسلت وشي ونشفته ما حطيتش عليه حاجه خالص نص ساعه او ساعه بالكتير، وهجيب طبقه المنديل الورقه الواحده دي واروح جاي حطاها على مناخيري هنا كده او على منطقه الخدود ومنطقه الجبهه من هنا. تمام. حطيتي الورقه دي، بعد شويه ساعات بقى تبص تلاقي بقعت زيت. يعني في بعض الناس اللي عندها بشره دهنيه كده هتبقى دهنيه، كده هتبقى دهنيه اكيد. بعض الناس لا، هي مش هتبقع خالص، هي بالعكس هتحس باحساس الجفاف وان المنديل ماشي ووشك بشرتك مشدوده او ممكن البشره تمتصه. يعني ساعات برضو بتحس ان البشره اول ما بتحط لها اي نوع مثلا كريمات او حاجه فورا فورا امتصتها
وجفاف. هي في انواع كريمات كده كده بتمتص وبتمتص عيني بس لا هي بتبقى باينه، البشره مشدوده، تحسي ان هي فيها قشور، حسيتي ان بشرتك مش يعني محتاجه ان تحطي عليها كريم عشان تفك الشده او الـ الشده بتاعتها دي من الجلد نفسه. تمام. دي بتبقى تعتبر خلاص بشره جافه. لو حسيت ان انا ما فيش بقى لا زيوت ولا القشور ولا البشره الجافه اللي هي حصلت الشده دي، يبقى انا بشرتي عاديه. تمام. اقدر اختار على اساسها المنتج اللي انا هاخده بعد كده من وقت الشمس. بمناسبه بقى البشره العاديه، عايزه اقول لحضرتك ان بتبقى محرجه جدا جدا. ليه بقى؟ يعني اكيد في بعض البنات اكيد يعني من اللي بيعانوا من الحكايه دي بيبقى فيها يعني مشكله كبيره في الميك اب. يعني اول ما بتحط الميك اب تبقى شكلها كميل خالص والبشره بتكون صافيه وما فيش اي مشكله خالص. بمجرد ما تخرج بتلاقي بقى تقشير، تشققات، شكل الميك اب بيتغير تماما. فالحاله دي يعني متهيألي طيب المفروض لا هو بقى شكل الميك اب هي تدخل يعني طبي. لا هي شكل الميك اب اتغير تماما، سواء انه راح او اتشقق جامد، ده يعني دلاله على حاجتين. تمام. سواء كان ان هو بقى تشققات وان هو فيه قشور وان هو بقى الفاونديشن خلاص ابتدى الخطوط رايحه جايه وابتدت كل الخطوط اللي احنا حطيناها تظهر وتبان قوي كده، ده معناه ان البشره جافه تماما. البشره العاديه بريئه تماما من القصه دي. دي احسن انواع البشرات. معقوله؟ طبعا ممتازه، يعني ما بت يعني مش هتعمل لك مشكله، مش هتمتص الحاجه كمان زي البشره الدهنيه، لان برضو لو الميك اب راح وابتدت في ناس تقول لك انا حطيت الوان وراحت فين؟ مش فعلا. موجوده. وفجأة وشي زيت وفجأة وشي لمع، صح. فوشي لمع او وشي زيت، ده معناه ان خلاص بشرتك خلاص ابتدت ان هي تخرج الاويلز او الزيوت اللي موجوده فيها وضيعت لك كل الالوان اللي انت حطيتيها كلها تماما. فدي بتبقى البشره الدهنيه، ودي اللي محتاجه علاج، والبشره الجافه اللي ليها علاج. وبرده كمان يعني مش هننسى ان البشره العاديه برده مش هنقول محتاجه علاج بس، كل الثلاث انواع بشرات محتاجين الترطيب، الترطيب ثم الترطيب. نرجع بقى لانواع البشرات في يعني الوقايه من الصيف. يعني صبغه حضرتك الشمس زي ما قلتي طبعا بتاثر على كل بشره على حسب نوعها. تمام. يعني حضرتك تنصحي اكتر بشره ان هي ما تتعرضش لاشعه الشمس القويه، مين في الثلاثه؟ انا اكتر بشره بخاف عليها من الشمس قوي البشره الجافه. البشره الجافه دي مجرد انها تتعرض للشمس بتبقى كارثه من كوارث الزمن زي ما بيقولوا. اولا بتاخد تصبغات اعلى، بتاخد لون، يعني اللون اللي هو اللي من بره ده طبعا اللي هي الصبغه دي، بتلاقيها كمان قشرت، الحرق فيها بيبقى اعلى بزياده عن اللزوم. بحس فيها بالناس بقى اللي تبقى راجعه من المصايف وما بيبقاش بقى اللون الاحمر اللذيذ ده، لا ده بيبقى حروق، حروق قويه. بالظبط. تاني حاجه برضو بخاف عليها البشره الدهنيه، يمكن بتيجي في المرتبه التانيه علشان خاطر الحبوب. مع التعرض للشمس بتنشط وبتبتدي تطلع افرازاتها اللي هي الدهنيه الكتير، وتبتدي تقفل المسام، مع طبعا قصه مثلا يعني ان يبقى في تراب او يبقى في حاجه سدت المسام دي مع الزيوت اللي طلعت، هتبتدي تكون لي حبوب وتبتدي بقى تضايقني. البشره العاديه بتيجي في المرتبه الثالثه، والثلاث بشرات دول لازم 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 ليهم واقي شمس قبل النزول. ما ينفعش ان انا انزل باي شكل من الاشكال من غيرهم. وزي ما حضرتك قلتي كل بشره على حسب نوعها تستخدم. بالظبط. بتكوني انت عرفتي مش قادره تعرفي، بتتجهي للدكتور وهو هيقول لك بشرتك نوعها ايه. طيب نرجع تاني برضو لاشعه، نفس النقطه اللي دايما بنخاف منها، دايما بتسبب برضو اشعه الشمس القويه زي ما حضرتك قلتي حروق في الجلد وكده. طيب انا دلوقتي ازاي اميز او افرق ما بين الحرق اللي ممكن ساعتها انا اعتمد على نفسي واجيب له كريمات واضيعه، وان انا لا لازم دلوقتي اتجه فورا لدكتور؟ في حالتين او كذا حاله بنقول ان احنا بنبتدي نشوفهم في حروق الشمس. في عادي ناس كتيره جدا تروح جايه احمرت الاحمرار الخفيف البسيط، وبعد كده قلب الحمار ده بلون بني وما حصلش اي مشاكل ولا اي حاجه خالص. دي لازم بعد ما انها يبقى عشان خاطر ارجعها واخليها لطيفه وترجع تاني لطبيعتها، هحط عليها مرطبات، وبعد كده احط عليها كمان الكريمات اللي هي مش هنقول التقشير، الكريمات اللي هي بتبقى تفتيح خفيف. تمام. ودي ما بتبقاش كريمات قويه، وبنبتدي نديها بصوره اهدى والطف بس بعد ما يكون اللون ابتدى ان هو يخف شويه بعد الترطيب. وده اول درجه من درجات الحروق زي ما بنقول، ودي بتبقى علاجها لطيف ومفيش فيها مشكله. امتى بقى احس ان انا بقى يعني لو انتقلنا للدرجه الثانيه، هيبقى ان انا حصل تسلخات. فاكره انت زمان لما كنا بنرجع من المصيف
ويبقى فيه قشور بقى، وفي ناس بتقعد تقشر نفسها كده. يعني عايزه اقول لحضرتك الاطفال احنا ساعات كمان ما بنقدرش نسيطر عليهم، بالظبط. ان اكيد الحركه دي او الطريقه دي في التقشير غلط دي جدا خطأ يعني. تماما، لان هي الجلد بيبقى في حاله ان هو ما فيش تحت منه جلد لسه كامل النمو، بالظبط. علشان خاطر يقدر يحافظ عليه. ده جلد اللي تحتيه لسه زي ما بيقولوا لسه جلد يعني نيو جديد يعني، فالوجع فيه كمان بيبقى شديد قوي قوي، وتلاقي الطفل من دول او حد مش قادر يحط ايده على الجلد من كتر درجه الحرق. ده فورا بستخدم معاه الكريمات اللي هي بتاعه الحروق العاديه من الصيدليه، وطبعا كلنا بنبقى عارفينها وموجوده ومتوفره، وبتبقى عاده بتبقى محتويه على زبده الفول السوداني، علشان خاطر تعمل زي يعني تجديد للخلايا الجديده للجلد اللي طالع جديد ويبقى طالع سليم. طب احنا نقدر نقول احنا يعني ليه العذاب؟ ما من الاول نختار مواعيد او مواعيد لنزول لطيفه لنزول يعني البحر لنزول البحر، خصوصا للاطفال يعني. الملح الطفل كمان كمان ممكن ما يقدرش يعبر عن نفسه شويه، ما يبقاش عارف بعد كده ممكن ايه يعني اللي يترتب مثلا على نزوله في التوقيت ده، فممكن نراعي شويه التوقيتات اللي ممكن تكون الشمس اهدى بالظبط، فيها، الشمس صح كده؟ بارده فيها، وفي نفس الوقت كمان احط العازل بتاعي بالظبط. كميه محترمه. اه في ناس بتروح جايه واخده يعني ايه، انا اسف التعبير، لحسه صغننه كده من من الانبوبه، وانا اسمي كده زي حطيت. برضو اللي بيسترخص يعني مثلا يجيب حق نوع يقول اهو سان بلوك مثلا، لا ما هو ده لازم يعني يكون نوع اهو مواصفات راح معينه ولا جه نفس الكريم مثلا. والله. والشركات الحمد لله عملت لنا كمان اللي سعرها الطف وسعرها متوسط، اه انما الرخيص قوي ده بصراحه ما بيجيبش نتيجه خالص. بالظبط. لو جينا بقى للحروق الدرجه الثالثه زي ما بيقولوا، او الدرجه الاخيره من الحروق، بيحصل في بعض الناس الحساسيه الشديده قوي من الحرق. طب انا دلوقتي اميزها ازاي؟ بيحصل نوع من انواع التورم، ان انا جسمي ورم، الحرق ده مخلاني بدل مثلا ما ايديا مثلا حجمها قد كده ورمت، فده لازم في حاله من الحالات دي لازم بتجه فورا للطبيب، علشان خاطر بيديني حاجه او حقنه معينه كده الورم بيقل وبتبقى الدنيا اهدى كتير، وبعد كده بنبتدي بقى نعالج الاثر بتاع الحرق. احنا نيجي بقى للناس دي تحديدا اللي فعلا بيعانوا من الحساسية القوية بدون اي اسباب، تمام. يعني احنا ممكن يعني ما بنبقاش عارفين ايه الوقاية ليهم، مثلا هل هم يمنعوا اكلات معينة زي مثلا البنات اللي بيبقوا مقبلات مثلا على الزواج وكده، فبيحبوا ان هم يعملوا شعورهم يغيروا لونها تمام يعملوا حنة، في تمام الاخر بيلاقوا نفسهم للاسف اتعرضوا لكارثة. طيب لو جينا قلنا الحساسيه، الحساسيه دي مصطلح مطاط كبير قوي، وتحت منه بيندرج اسباب لو جينا نعدها دلوقتي الحلقه مش هتكفي، وهنعوز حلقه كمان تاني. من ضمنها سواء كانت الاكل، سواء كانت الحاجات مثلا زي الحاجات اللي بنلبسها، ضغط معين من ضغط من الهدوم، اللبس الصناعي، الارتكاريا مثلا ممكن الحشريه، قرصات معينه من الحشرات، مواد معينه لو انا تعرضت لها، زي في ناس فعلا ما بتقدرش تستحمل ميه البحر وبيجي لها حساسيه منها، زي المواد اللي انت قلتي عليها برضو، قصه ان انا رحت للكوافير عشان خاطر ان انا اصبغ شعري او ان انا اعمل حنه. فده مصطلح كبير جدا جدا جدا، بنفضل بقى احنا مع العيان واحده واحده ونقول له انت عملت ايه وسويت ايه، او عشان خاطر نعرف نوصل للسبب اللي حصل منه الموضوع ده. لو الدنيا مش معروفه في الاخر وحساسيه غير مسببه، بنتعمل لبعض التحاليل وبنقدر منها نعرف السبب اذا كان يعني، او نقدر نحصره في اسباب صغيره ونقدر ان احنا نقول ده سبب الحساسيه دي. واكيد تجنبهم للمواد الكيميائيه بالاخص اللي فاحنا ممكن دي هقولها لك تسبب بقى. لهم المشاكل الجلديه. انا في الموضوع بالذات بتاع الحساسيه دي بقى كلمه الدكتور يعني الوقايه خير من العلاج، دي يعني سيده الموقف زي ما بيقولوا. اكيد. ليه؟ لان انا دلوقتي انا عندي حساسيه من الموز، يجي مثلا عندي حد دخل انا عندي حساسيه من الموز، طب انت هتحرميني من الموز ليه يا جماعه؟ ما هو انا يعني اذا عرف فقد السبب، الشيء لا يعطي. يعني اذا عرف السبب بطل العجب. انا اكيد. دلوقتي خلاص الموز ده بيعملي حساسيه، ابعد عنه تماما، اه اعتبر نفسك ان يعني الموز ده مش موجود في الحياه. ليه ليه تاذي نفسك؟ طيب انا دلوقتي خلاص انا رحت عروسه زي ما انت ما بتقولي كده، وهعمل حنه او هعمل صبغه في شعري، لازم تست، لازم اختبار الاول اشوف اذا كان انا فعلا هقدر استحمل المنتج ده ولا لا. في ناس بتيجي العياده رسمه الحنه خلاص راحت ومكانها عباره عن ورم شديد جدا جدا، ومعبيه ميه ومعبيه صديد، لان هي عندها حساسيه منها. يا حبيبتي يعني يعني ما المفروض هي انها ما تفرح، اتجوزتش بقى. مش يعني مش تتعب التعب ده كله يعني، حرام جدا. بالظبط. بعد شويه كمان بتبص تلاقي الحساسيه بتاعت الصبغه، ودي بتبقى فوريه فجاه
بعض الناس بتبقى مجرد ان هي حطت الماده بتاعت الصبغه على الشعر اللي طبعا بتبقى اكيد محتويه على امونيا واكيد وميه واكسجين والكلام ده كله بنسب عاليه. الناس اللي بتشقر خصوصا قوي شعرها جامد بيحصل نوع من انواع الحساسيه وتكاد تصل الى حد الوفاه. ممكن الوش بيورم، العينين بتورم، لو الورم نزل لمنطقه الرقبه خلاص يعني ممكن نحصل في حاله اختناق وما بتتلحقش. وبتحصل يا دكتور؟ بتحصل طبعا ممكن تحصل بس لازم بتتلحق فورا. الناس بتتخض من شكلها فبتبتدي تتوجه يعني بسرعه لدكتور او مستشفى. اسمعوا بقى يا بنات بقى النصيحه دي من الدكتور، يعني خصوصا لو انت يعني ما جربتيش قبل كده ان انت تصبغي شعرك، صح يا دكتور؟ وبلاش الصدمات يوم الفرح بالظبط، يعني اعملي تيست زي ما الدكتور قالت لك وبعد كده يعني تشوفي بقى ان شاء الله لو الدنيا تمام تكمل. بالظبط، يعني في ناس ما بتكملش الفرح وبتوصل خلاص بقى هتكمل يعني. فين حضرتك بتقولي وصلت لدرجه الحروق درجه ثالثه كمان، فيعني دي حاجه صعبه جدا. بالظبط، وطبعا بتسيب علامات صعب ان هي تروح. هي لو حصل في منها حرق مثلا، ساعات بتبقى اثر الصبغه من على منبت الشعر من قدام من هنا، ساعات بتسيب حرق فعلا زي اثر الحرق كده وبنقعد نعالج فيها شويه حبه حلوين يعني. طبعا ده غير طبعا مكان رسمه الحنه، بتبقى فاهمه وفاكره رسمتها كويس جدا مع ان اللون راح بس بيفضل العلامه اللي وراها فترات طويله جدا، ويعني ربنا يعافينا بيبقى ساعات فعلا مش عارفين نشيل العلامه. طيب قبل بقى ما نكمل عن بقيه مشاكل الصيف معانا، عايزين نعرف الاطفال، الاطفال في سن اللي هو لسه مامته بتلبسه بامبرز وكده وبتحب ان هي تنزله الميه، وخصوصا لو ميه بحر بتبقى مالحه جدا وتيجي بعد كده تلبسه تاني، ايه برضو الوقايه من الملح مع الميه مع احتكاك البامبرز مع الحاجات دي علشان الاطفال يعني؟ طيب هو انا يعني انا طبعا مش هحرم حد من ان هو ينزل الميه، بس يعني انا ما بفضلش البيبيهات تنزل الميه خالص في الفتره دي حتى تماماً. لو بسين ما هو البسين فيه كلور والكلور خطر جدا على جلد البيبي. يعني انا لو حد نصحني او انا محتاج نصيحه مني فانا لا، انا بقول ما ينزلش بصراحه يعني. ده وجهه نظري، ده مبدئيا ده اعتقادي انا الشخصي. طب لو نزلوا؟ لو نزلوا خلاص يبقى كده لازم انا في الواقي الشمس المخصوص للبيبيهات وده موجود في الصيدليات، لازم 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 انا بغرق البيبي بقى كله بواقي الشمس لو انا حابه ان انا انزله. ولازم برضو زي ما قلتي قبل كده يستحسن احنا نختار اوقاتنا اللي بننزله فيها، سواء كان الصبح بدري قوي او سواء كان اللي هي الشمس اللي هي يعني قرب المغرب اللي هي ما بعد العصر بشويه. طبعا الشق الثاني البامبرز. البامبرز اصلا لو انا دلوقتي ان انا خلاص يعني الجو حر والشمس وابتدى البامبرز يعمل مشاكل، هيعمل لي حاجه طبعا اسمها تسلخات، واحيانا بتقلب بعدوى فطريه. سواء كان تسلخات او سواء كان عدوى فطريه، الحل الوحيد ان انا احافظ على جلد الطفل ده جاف ورطب. هتقولي لي ازاي جاف؟ ان انا يعني لو البيبي خلاص ابتدى ان هو مثلا مجرد ان هو ما يعمل حمام لازم على طول لازم يتشطف كويس ولازم يتنشف كويس بعد منها طبطبه. ما ينفعش ان انا انشفه بطريقه ان انا الاحتكاك وان انا امسك الفوطه يعني واعمل احتكاك جامد. الطبطبه دي بتخلي الجلد نوعا ما جاف، وبعد كده اجيب مرطب اللي هو بيحتوي على عنصر الزنك، وده طبعا كل الامهات والبيبي يعني اللي هم لسه يعني عندهم بيبيهات حافظينه وعارفينه. تمام، بيتجاب وده بيتحط كوقايه بعد كل حفاض، سواء كان الولد عنده تسلخات او مش عنده تسلخات لازم بيحط العنصر الزنك ده علشان خاطر ما يحصلش نوع من انواع التسلخات مع البامبرز والصيف والحراره. واحيانا بتبقى تقول لك انا لازم انزله ميه البحر عشان الملح، فاعتقادا منهم ان هو يعني ان هو حاجه كويسه يعني، بس يعني نصيحه مني يعني بلاش. طيب التنيه الملونه طبعاً. وكمان الفطريات لما يكون حد عنده مشكله جلديه جامده كده يعني طبعاً. احنا عارفين ان هي دايما بتكون او في الاغلب معديه، ونزل مثلا حمامات السباحه او نزل البحر او كده، فدي طبعا ممكن تاثر على غيره اكيد. طب دي مشكله، والمشكله الثانيه ان هو نفسه هل ينفع ان هو اصلا ينزل يعني يتعرض للكلور ويتعرض كمان لميه مالحه وهو عنده المشكله دي؟ هو عموما الفطريات بتنشط في الصيف عشان خاطر الرطوبه والعرق والمسام خلاص ابتدت ان هي، ده بيبقى عباره عن يعني بكتيريا موجوده وفطريات موجوده عايشه على اجسامنا وبتبتدي تنشط بعد التعرض للرطوبه الشديده. فالحاجات دي لما بتظهر المفروض ان انا اخلاقيا لو انا عندي حاجه زي كده ما انزلش البسين. يعني ده المفروض لو خلاص ما نزلت وده ما فيش لا ضرر ولا ضرار، بس غالبا ده ما بيحصلش ومحدش بياخد بالاسباب ومحدش بياخد بكده، حتى ممكن يكون هو ما عندوش فكره ان هو عنده.
ده طبعا بيجي من يعني تطهير حمامات السباحه، والمفترض ان هي الميه بتاعتها بتتغير. بس هنفترض ان هو نزل وحصل نوع من انواع العدوى، سواء كانت بقى في القدم او سواء كانت التنيه الملونه او وات ايفر النوع بتاع الفطر اللي هيتنقل. فانا المفروض ان انا بعد شويه لو حصل وظهر عندي الاعراض هتجه فورا للدكتور، هيديني العلاج اللي المفترض ان انا همشي عليه، وغالبا بيبقى حاجات بسيطه خلال اسبوع 10 ايام بكتير والموضوع بيكون مختفي. الوقايه بقى بنعملها ازاي؟ الوقايه لازم ان انا نزلت حمام السباحه على الاقل خالص اكون حاطط الكريمات بتاعتي او الحاجه بتاعتي، ومفترض طبعا ده اخلاقيا ما ينفعش ان احنا نقول كده ان هو ينزل حمام السباحه، المفروض لا. تاني حاجه ان انا انشف تماما بعد كل حمام، لازم انا خدت شاور او طالع من حمام السباحه لازم انشف. لا الفطر هينشط ولا اي حاجه تنشط ولا اي بكتيريا تنشط بالتنشيف بعد منها. وطبعا واكيد لو يعني لو حضرتك قلتي ان في ناس بتبقى عارفه ان هي عندها المشكله دي وناس ثانيه ما بتبقاش عارفه، بس هو لو كان يعرف ان هو عنده المشكله دي اكيد الدكتور هيكون منعه اصلا من تعرضه لل يعني للميه هو الكتير. يعني على هي على ممكن يعني في لحظه من اللحظات بنسمح بشويه بميه البحر، يعني يعني على اساس ان البحر يعني الميه الموج متجدد وكده، يعني حتى حمام السباحه لو فيه كلور برضو فيه نوع من انواع الفطريات، وخصوصا الفطر اللي هم مش هقول لك ان هو حمام السباحه نفسه، وانت ماشيه على الحوض من بره بتاع حمام السباحه الرجلين بتعدي بعضها في حقيقي. الفطريات بتاعه القدم بالذات، فالرجلين بتعدي بعضها، فما ينفعش ان انا لازم انشف، ولازم ان انا يعني احاول بقدر الامكان ان انا اخد احتياطاتي، خلصت هنشف وممكن اخد يعني لو ظهر اي حاجه الكريمات بتاعتها على طول واتجه للدكتور. طب بينطبق نفس الكلام على عندهم برضو الاكزيما، ولا الاكزيما دي حاجه مشابهه كتير للاعراض التانيه؟ لا الاكزيما حاجه والتانيه حاجه مختلفه تماما خالص. الاكزيما علشان تظهر ده بيكون انا عندي حاجه من 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 عامل من عوامل جسمي عنده بيطلع لي حاجه اسمها الاكزيما. الاكزيما عباره عن ايه؟ اعراضها بتبقى عباره عن احمرار وجفاف في الجلد. وطبعا معظم الستات بتاعت او رباط البيوت، وده طبعا اشهر نوع من انواع الاكزيما، بيعانوا طبعا منها بيعانوا منها. اكيد. فبتيجي حتى احنا بنسميها اكزيما ربة المنزل. تغسل طبقين كده ثلاثة على الحوض وتبص تلاقيها ابتدت تهرش في ايديها، ابتدى يحصل لها جفاف وخصوصا بين الصوابع او في اماكن معينة هي دايما بتبقى عارفاها، وتبتدي انها تحمر وتبتدي انها تبقى فعلا مضايقاها وعامله لها عائق من انها تستخدم ايديها انها تشتغل في البيت. دي بتكون مشكلة في ايه بالظبط يا دكتور؟ يعني مثلا هل بيكون مثلا مشكلة مناعية؟ يعني هي مثلا بالظبط امهات كتير بتتخض جدا من كلمه ان مثلا لو ابنك عنده وليكن مثلا اكزيما او بنتك وبيبقى سنهم صغير جدا، ده خلي بالك ده عنده نقص في المناعه، فالام بتتخض من الكلمه، اصل نقص مناعه دي كلمه قويه جدا. يعني زي ما انت ما بتقولي كده بالظبط، برضو مصطلح نقص المناعه نقص يعني ده مصطلح مطاط، احنا بنبتدي من اول الايدز وحاجات تانية كبيره جدا لامراض عندنا في الجلديه بتبقى خطيره جدا، ده حقيقي. وتضطر انها تخش بيها المستشفى، يعني مش هتعرفوا يعني حتى يعني اسمائها بالعربي صعبه يعني، فمش من الامراض الدارجه دي، امراض مستشفيات يعني كبيره ومش الامراض بتاعتنا بتاعه الصيف العاديه يعني. فكلمه نقص المناعه ده احنا ممكن يعني نخليه بحاجه صوره الطف، ان هو ابنك ده عنده نقص مناعه، لا انا ممكن اقول لها انت عندك مثلا ابنك مثلا في بقعه بيضه في وشه، فالبقعه البيضه دي يعني نقص فيتامين الف نقول كده مجازا يعني. يعني عنده مثلا ضوافره بتتكسر، عنده مثلا حاسه ان هو شعره مش مظبوط قوي، او شعره فيه نوع من انواع ان هو مش بيقع او بيتساقط، فبيبقى يعني نوع من انواع الفيتامينات او نقص الفيتامينات اللي احنا بنقدر نقول عليها بتسبب الامراض الجلديه. تمام. انما نقص المناعه ده يعني هتلاقيه في حاجات تانية اكبر من كده بكتير. طب نرجع تاني للاكزيما. هل مريض الاكزيما هو فعلا معرض ان هي تتكرر معاه كتير؟ يعني للأسف جسمه ما بياخدش مناعه منها؟ الاكزيما للاسف هي زي ما تقولي كده ايه صديقه للبني ادم، واللي حظه حلو انها بتروح وما بترجعش تاني، ده بيبقى حظه وبخته، مش يعني يعني بيبقى يعني زي ما بيقولوا كده ايه خلاص بقى انت بختك اللي حصل كده يعني رزقك زي ما بيقولوا يعني. فعلاجها بسيط وسهل، يعني لو انا مجرد بعض كريمات الكورتيزون وبعض الترطيب انا خلاص خلصت المواعين بتاعتي او خلصت الاطباق بتاعتي، خلاص نشفت ايدي كويس وغسلت ايدي كويس، اروح جايه مرطبه ايدي على طول، لو انا ما عنديش دلوقتي احمرار او عندي خشونه او ايا كان ارطب ايدي كويس قوي.
طيب انا رطبت ايدي كويس قوي وحطيت الكريم بتاعي، طب فرضا بقى خلاص الاكزيما ظهرت وحصلت، طيب لا انا بضيف عليها كريم من كريمات الكورتيزون، وبرده الدكتور بيوصفها، بنعمل ميكس ما بين الترطيب وبين الكورتيزون، وبعد شويه اول ما الاعراض بتروح بتاعه الاحمرار وبتاعه الجفاف بوقف كريم الكورتيزون وابتدي اكمل في كريم الترطيب اللي المفروض ان هو ما يتوقفش تماما خالص طول ما انا عارفه ان انا عندي اكزيما. متهيألي برضو مرضى الإكزيما المفروض إن هما بيبقى شوية في وقاية يعني في البيت أكتر. هما بيبقوا عارفين ونشتري غسالة أطباق. ده حقيقي. يعني اللي هو اشتري غسالة الأطباق واشتري نفسك فهتلاقي الدنيا ألطف كتير. ومتهيألي كمان حضرتك بيبقى أول بأول بيبقى في تطهير للغرف النوم والاستخدامات الشخصية للمريض نفسه يعني. هو في حل جميل جدا بالنسبة للستات يعني ورائع يعني كانوا يعني دايما يقولون عليه أساتذتنا، وانا بصراحه يعني كان نفسي دايما اقوله للناس اللي عندها اكزيما. الحل ده ان انا ست البيت دايما وهي في المطبخ كل طبقين على المطبخ بسرعه تعمل، انا عارفه ان هي نظافه وشطاره، بس للاسف الشديد انت كده نفسها عرضتي نفسك لا مده اطول في الميه للمنظف اللي هو بيعمل لك المشكله. هي الميه مش في حد ذاتها هي المشكله، المنظف هو المشكله. طب اتصرف ازاي؟ للاسف هجمع المواعين بتاعتي كلها بتاعت اليوم واغسلها مره واحده. هو المفروض يبقى كده على فكره. يعني يعني هو المفروض رحمه بيهم شويه وبينا يعني. في ناس بتبقى على طول ايديها الميه طبقين ثلاثه واغسل ومش عارفه ايه وكذا. لا ما تاخد يعني بلاش احسن تاخدها يعني الجلاله قوي ان هي اول باول، صحتك اهم يعني في المعقول يعني. والالطف كمان ان هي مثلا توازن. ممكن تملى الحوض الحوض مثلا ميه سخنه بالمنظف او المسحوق وسيبيها منقوعه بحيث انك انت ايديكي ما تتعرضش للمنظف او الفطر زي ما حضرتك قلتي الطف حاجه. او نشتري غسالة بالظبط يعني من ضمن كماليات البيت ما فيش اي مشكله يعني اساسيات والله احيانا والله يعني دي حاجه مهمه فعلا بالظبط. طيب الشعر اكيد كلنا نفسنا ناخد وقايه مهمه جدا لشعرنا واحنا نازلين الميه طبعا. واحنا حتى للشمس تعرضنا للشمس الرطوبه العاليه جدا، فايه الحاجات اللي ممكن برضو تبقى حضرتك توصفها لنا تكون كويسه في الفتره دي؟ طيب انا دلوقتي خلاص انا رايحه المصيف واكيد مش هحرم نفسي وهنزل بسين وهنزل بحر وهعمل كل اللي انا عايزه اعمله. انت براحتك خالص يعني، بس طبعا البنات يفضل طبعا البسينات لازم بيبقى يعني بتلبسي فيها واقي الشعر اللي هو البوني بتاع الشعر ده يفضل، وده افضل حل. انت كده كده الميه ما لمستوش يعني ما حصلش حاجه، بس السن الصغير بيبقى صعب شويه دكتور. السن الصغير بيبقى صعب ان هو يلبسه وهنقول هنعمل ايه برضه. بس اللي هو انا بديك اللي هو ايه لو انا عايزه بقى ايه امنع خالص ان انا يحصل معايا مشاكل او الكلور او الملح يبوظ لي شعري هلبس البوني. كويس انا كده عملت عزل. طيب انا خلاص مضطره هنزل ومعلش بقى انا عايزه شعري وانا البحر ومش عارف ايه ومش هلبس البوني مضايقني. في بعض انواع الكريمات اللي موجوده برضه في الصيدليات بتبقى تقيله، حاجه كده زي الفازلينز وبعض الكريمات اللي بتبقى دهنيه بزياده عن اللزوم. يعني مش قادره اقول اسامي ماركات بس هي الناس عارفاها، كريم لونه اخضر كده ظريف فبيبقى دهني قوي وقوي، وحتى لما بنيجي نطلعه من الشعر بنطلعه بصعوبه. ده لو دهنا الشعر بيه قبل ما ننزل سواء كان البسين او سواء كان البحر، ولو ان طبعا مش المفترض ان انا انزل بسين بالكريم ده، ده بيعمل طبقه عازله وواقيه. لو انا نزلت البحر بنسبه مثلا الضرر اللي هيحصل لي مش كتير خالص، يعني ممكن هقلله مثلا بنسبه 70 او 80%. طب بعد الميه؟ بعد الميه هغسل. ما هو اكيد. لازم. ما بعد الغسيل يعني. ما بعد الغسيل لازم اغسله. هل التنشيف فورا ده الطف حاجه؟ هل حضرتك مثلا شايفه ان في انواع برضو معينه او كريمات معينه طيب ممكن نستخدمها؟ الروتين بتاعنا عشان خاطر نبقى متفقين، سواء كان بقى الروتين العادي بتاع الاسبوع او الروتين بعد الميه بالذات، انا خلاص انا طلعت لازم هشطف شعري كويس جدا بشامبو كويس يكون لطيف بالنسبه لي ويكون انا مرتاحه له. بعد ميه الحمام، بعد ميه البسين او البحر. غسلت شعري كويس لازم اشطف شعري كويس. ليه؟ شطفه الشعر، الشامبو، ما فيش حاجه اسمها شامبو بيغذي، ما فيش حاجه اسمها شامبو بيرطب. الشامبو ده ما هو الا صابون لطيف عشان اغسل بيه الشعر وانزل بيه الاتربه والاوساخ اللي موجوده في الشعر. طيب شطفت شعري كويس ولو فضل في شعري منه رواسب هيعمل لي مشاكل واولها التساقط والقشره. ده مبدئيا بالنسبه للغسيل. بعد كده بجيب كريم يعني سوري لا اللي هو الكونديشنر او البلسم اللي معايا بيتحط على الشعر وابعد عن الفروه تماما. الشامبو بغسل بيه الفروه عادي، انما البلسم ابعد عن فروه الشعر خالص عشان ما يسببليش اي نوع من انواع القشور وما يسببليش اي نوع من انواع التساقط.
بلتزم بالمده الزمنيه اللي مكتوبه على العبوه، يعني يقول لي 10 دقائق يبقى 10 دقائق واشطف، 5 دقائق يبقى 5 دقائق واشطف. التجويد في مثل هذه الحالات بيعمل صعب مشاكل جدا. كتير جدا واحنا بنحب نجود الصراحه. وتساقط. لا لا، هو اصله ده مرطب وعاجبني فانا هسيبه على الشعر نص ساعه. بعد منها هتندم اشد الندم ان عندها نص ساعه اللي هي الزياده اللي حطيتها دي، ابتدت انها توقع منها جامد الشعر. احنا بس بنحب نختبر صبرنا كتير، يعني لما بنحط حاجات كده وتركيبات تجميد بنشوف هنقدر نصبر اكتر فتره ممكنه ولا لا، فبتزيد معانا بقى بالظبط. يعني الحكايه بتبقى كبيره قوي. وبرده شطف كويس للبلسم عشان ما يبقاش فيه رواسب على الفروه او على الشعرايه. طب ده بالنسبه لحضرتك يعني حتى للروتين اليومي، يعني في الصيف اغسل شعري المفروض من كم مره يعني في الاسبوع؟ لا، هو المفروض من مرتين لثلاثه، ده طول الاسبوع كله. دول اللي هنحط فيهم كيميكالز على الشعر، سواء كان شامبو سواء كان او بلسم، من مرتين، ومفترض المرتين او ثلاثه. ممكن مرتين في الشتاء ومسموح بثلاث مرات في الصيف، لغايه ثلاث مرات في الصيف. لو هغسل بزياده يبقى ميه بس. يعني لو انا قررت ان انا هغسل بزياده، في ناس متعوده تغسل شعرها كل يوم، بس انا لا، يبقى انا ما احطش لا شامبو ولا بلسم ولا هحط عليه حاجه، احط عليه ميه بس. واطلع بعد الحمام ممكن انشف طبطبه، ويستحسن تكون الفوطه بتاعتنا اللي هي الجميله اللي فيها الوبره دي من احد اسباب تساقط الشعر عندنا. ده بعد طبعا الغسيل. ده بعد الغسيل. انا بمسك شعري وما بين الفوطه واروح جاي حاطاه وانزل فيه يعني فرك كده اللي هو ايه عشان انشفه. لا، ده خطا تماما، بيخلي الشعر يتقصف ويخلي الشعر يتساقط. فالتنشيف يعني ساعات احنا بنقول دايما ايه، هاتي الحاجات اللي احنا بنلبسها، الحاجات اللي هي غيارات الداخليه بتاعتنا، القطنيات. اللي هي القطنيات دي، وبخليها هي دايما لتنشيف الشعر، بتبقى لطيفه وحنينه وبنشف الشعر ومتقصفوش وبتخليه لطيف جدا. طيب انا دلوقتي خلاص عايزه ارطب شعري، بعد ما خلصت هعمل ايه؟ حاجه من اتنين، يا وانا مش ناويه استخدم مكوه حراريه او سشوار او بيبي ليس او ايا كان، انا دلوقتي هحط السيرم على الشعر، على الشعر فقط مش على الفروه. يبقى كده اتفقنا ان الشامبو على الفروه عادي، البلسم يتحط على الشعر بس، السيرم كمان بيتحط على الشعر بس، ما يتحطش على الفروه الا اذا كان ده سيرم معالج وطبي، وبيبقى غالبا له يعني تكوين تاني او فورمولا تاني، ده الدكتور بيبقى كاتبه ويقول لك هتستخدميه ازاي. انما سيرم التصفيف ما يتحطش على الفروه، بيعمل تساقط رهيب جدا. ده بالنسبه للتصفيف. لو انا هستعمل بقى المكوه الحراريه او السشوار، يستحسن ان انا يكون عندي برضو المنتج اللي هو الواقي الحراري، وده موجود منه انواع، حتى في الانواع الرخيصه منه كمان كويسه يعني، وفي منتجات يعني كتيره جدا جدا موجوده في السوق. ممكن نحط منها يعني رشه او رشتين على الشعر، وابتدي ان انا اعمل شعري بالسشوار وانشفه. طبعا كل ما انا ما ابتعدت عن الحراره كل ما كان افضل لي ان انا شعري هيفضل صحي. تمام. طبعا يعني ناهيك بقى طبعا عن الناس اللي عامله بروتين والناس اللي عامله كيراتين، ده لوحده طبعا بيكون خلاص رجعت من المصيف متدمر. ده في الفتره اللي بتبقى يعني الجديده او الاول، فتره الكرياتين او البروتين. هو غالبا لا، بالعكس هو بيبقى طول الفتره، وبيبقى يعني لو كده بيبوظ من الميه، وخصوصا لو ما كنتيش بتستعملي كمان شامبوهات المخصوصه ليه، فبيبوظ بيبوظ تماما، وبيبقى راجع بقى يعني الشعر فعلا يعني شكله مش لطيف خالص، يعني محروق مقصف مكسر. هم اوريدي يا دكتور بيأثروا على الشعر متهيألي بنسبة كبيرة. يعني انا هفضل اقول من هنا يعني الصبح البروتين يا جماعة احد اسباب تساقط التانية نمرة اتنين في الشعر في مصر. البروتين خطر جدا جدا جدا، بس للأسف بنلجأ له في بعض الأوقات يعني. حلو جدا ان احنا فتحنا طبعا الكلام في موضوع البروتين والكرياتين. طيب لو جينا بقى للحاجات المعالجة، العادات السلبية او الخاطئة اللي احنا دايما بنعملها، حمامات الزيوت وحمامات الكريمات خصوصا في فترة الصيف، ممكن ما تبقى مناسبة لنوع شعر وتبقى مضرة لشعر تاني خالص، حضرتك برضو يعني تنصحيهم بإيه؟ طيب احنا دلوقتي خلينا يعني نجيبهم واحدة واحدة، يعني هنقول البروتين وهنقول الزيت وهنقول الكريمات وحمامات دي كلها بنعمل بيها ازاي. اولا حمام الزيت عشان خاطر نخلص منه كده، يبقى يعني قولا واحدا مفيش نوع زيت المفترض ان هو يفضل في الشعر. عايز اعمل حمام زيت يبقى مره في الاسبوع او مرتين بحد اقصى، وبيكون انواع زيوت تكون طبيعيه وما تكونش مركونه عند العطار او مركونه في الصيدليه، تكون زنخت زي ما بيقولوا كده بالتعبير البلدي وباظت. مش معنى ان هو زيت ان هو ما بيبصش، لا،
لا انا هختار زيت معين ويكون المفروض ان هو مناسب لشعري، بيبقى مره في الاسبوع وكفايه جدا، بتحط على الشعر والفروه لمده ساعتين ويتغسل بعدها فورا، ما سيبوش وما جودش في الشعر علشان خاطر هيوقع لي شعري مهما كان ان هو معالج. تمام. ده بالنسبه للزيت. وما سرحش بيه مبدئيا، يعني في ناس بتبقى مرتاحه في تسريح الزيت، بس برضو من احد اسباب التساقط يعني ان هو مش يشبك بيتغسل، الشعر. يعني بيسيبوه على شعرهم فترات طويله. ان انا اخد جزء بسيط كده وان انا اصفف بيه الشعر او اسرح بيه الشعر. يستحسن بلاش، والكريمات افضل، وما تقربش من الفروه. الزيوت يبقى حمامات مره في الاسبوع لمده ساعتين، وراح جاي غسلاه وشطفاه. نفس الكلام ينطبق على حمامات الكريم. حمام الكريم نفس القصه برضو، مسموح لي مره في الاسبوع، وبرضو بس ببعد عن فروه الراس. ده الفرق ما بينه وما بين حمام الزيت. الكريمات عموما ما ينفعش ان انا اقرب بيها خالص من فروه الراس، والا ممكن تسبب لي نوع من انواع القشره. طيب بالنسبه برضو عشان خاطر البروتين، عشان يبقى خلصنا ضميرنا من ربنا موضوع بالظبط. البروتين بالذات. البروتين يا جماعه ما هو الا مكياج للشعرايه، محدش يضحك على البنات او يقول ان ده علاج. مفيش حاجه اسمها علاج بالبروتين حتى لو هي او اللي اشتريته، ما هي لو اشتريته يعني فرق ايه؟ ما هو المنتج لو جايبه المنتج ب 20,000 جنيه وهو بروتين. يعني الفكرة نفسها مرفوضة الفكره صحيا. نفسها مش مرفوضه توتالي 100%، عشان برضو يعني احنا لازم نكون عارفين امتى هنستخدمه. هقول لك دلوقتي امتى هنستخدمه، بس قبل ما اقول امتى هنستخدمه، البروتين ده عباره عن تغليف للشعرايه ووضعها في وضع معين اللي هو الستريت اللي هو المفروض، علشان خاطر تفضل محنط الشعرايه بالبلدي. بكسر الروابط اللي موجوده اللي هي ماسكه الشعرايه ومخليها كيرلي ومجعده، بفردها واعمل عليها كوت واحافظ عليها بالمنظر ده. طبعا بعد شويه بيتراوح ما بين من اول 3 شهور و6 و8 على حسب نوع المنتج، لو هو كان كويس ولا لا زي ما انت ما بتقولي، هيبتدي بقى تساقط رهيب وتفرجي عليه. يعني طب مش تساقط، يعني لم الشعر من الارض زي ما بيقولوا. والشعر الجديد طبعا بيتأثر. الشعر الجديد بتأثر امتى؟ لو المتخصصه اللي عامله الموضوع ده عاملاه مش صح، بمعنى الحراره العاليه قوي 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 ده مش صح، بتكون قشره وبتكون وبتبوظ الشعرايه نفسها، واحيانا بتشم ريحه شياط الشعرايه انها خلاص ماتت واتحرقت، فطبعا تقصيف وتكسير رهيب جدا. طيب تاني حاجه، ان انا احط المنتج على فروه الراس، لازم بسيب حوالي 2 سم من فروه الراس وابتدي اطبق المنتج علشان خاطر ان انا اخد يعني تطبيق صح او شغل صح. قربته من فروه الراس يعني انا كده خلاص بقى كونت قشره قد كده، يعني بمعنى اصح بتبقى صعبه قوي. طيب مش هعرف اعالجها كمان، لان انا القشره لما بتنتج ما انا خايفه على البروتين، لو اديت حاجه مقاومه للقشره، ما هو المقاوم للقشره ده مش خاص باستخدام البروتين بعد منها، فهيوقع لي البروتين، يبقى انا ما عملتش حاجه. تاني حاجه، استخدامها من المنتجات اللي هي تحت السلم والرخيصه. انا دلوقتي لو جبت منتج وحش وابتديت ان انا استعمله، ما هو برده ما هياثر على شعري، وبدل ما هيقعد شويه مثلا يعني معايا نوعا ما 7 8 شهور، بعد شهر او 2 الكارثه هتبتدي تبان والتساقط هيبتدي يبان او القشره هتبتدي تبان، فهو بيبقى عيب الايد اللي بتشتغل بمعنى اصح. لو متخصصه كويسه هتعرف تطبقه كويس، هيبقى زي الفل، مفيش منه مشكله. ما هو المشكله فين؟ يعني هي الفكره ان برضو الموضوع محتاج زي ما بيقولوا كده خبره، ومحتاج ان انا اكون انا شخصيا عارفه حد كويس بيعمل حاجه زي كده. احنا بننصح بيه ودي بقى، مشكلتنا ان احنا بنروح لاي حد وخلاص، وفي الاخر بتبقى العواقب مش تمام. يعني بننصح احنا بقى في الحاله دي ان احنا روحي لفلانه، احنا عارفين انها بتطبقه بحاجه يعني كويسه. هي ممكن تروح لدكتور ينصحها او يرشح لها حد لو امتى هي بقى؟ مضطره قوي. يعني ما احنا مضطرين امتى؟ ما انا بقول لك حالات التنمر اللي زايده في المدارس على البنات الصغيره اللي شعرها مجعد بشديد قوي، وبتبقى في علاقتها خسرتها ما بينها وبين الام من التسريح الصبح، دي حاجات بتبقى جايه تقول لي شوفي لي حل، انا مش عارفه اتصرف ازاي. وعشان تبقى اسهل كمان في التسريح، واسهل في التسريح، في علاقات ما بين الامهات والبنات بتخرب بسبب ده الموضوع حقيقي. ده. بتبقى صعبه جدا. ففي الحاله دي بقول لها طب استعملي المنتج الفلاني وروحي لفلانه وهي هتعمله لك، هتبقى كويسه. ده حل عشان خاطر الام والبنوته اللي بتبقى يعني نفسها تشوف شعرها جميل هو ده. بعد النصيحه كمان ان انا بقول لها حبيبتي انت شعرك الكيرلي ده ربنا مميزك جمال بيه، جدا فعلا، وبنحاول احنا نعمله مش عارفين. فعلا ده حقيقي. يعني احنا في ناس بتحاول انها تعمل شعرها كيرلي مش عارفه. مش معنى ان شعرك ليس ان انت جميله، ومش معنى ان شعرك ان انت كيرلي فانت مش حلوه. ربنا لا، ما خلقش فعلا حد، ما خلقش حد فعلا وحش. ده حقيقي. دكتور، طيب اهم مشكله في الصيف حب الشباب.
تمام. حابب الشباب ده يعني انا متهيأ لي انواع كتير قوي واشكال مختلفه. في منهم اللي بيكون لونه قوي قوي وعامل علامات ثابته في الوش او حتى في بقيه الجسم مثلا على الكتف او كده، وفي منهم اللي بيكون عامل زي ثقب او عمل ندبات تحت منها. بالظبط. تمام. وفي منهم كمان اللي بيكون يعني في شويه نقول فطريات، انا مش عارفه اوصف، يعني هو بيبقى شبيه شويه لحاجه شبه الحرق كده يعني. تمام. فحضرتك يعني برضو عايزين نعرف كده انواعه ايه حب والوقايه. الشباب طبعا انواعه كتيره جدا، مش نوع واحد. اشهرها طبعا ان هو بيجي لسن البنات والشباب في المراهقه، اللي هو من اول 13 و14 سنه، اللي هي بيبقى ليها راس بيضه او راس سوده، وده بيبقى حله ان هو بيبقى بالوقت او باي تايم هيروح، وبنبتدي نديهم بعض اللوسيونات او بعض الكريمات اللي تخفف الموضوع شويه، بس بفهمها او بوعيها بقول لها هيروح ويجي ويروح ويجي، فتعايشي معاه. طبعا ما تلعبيش من الوقايه، انك ما تلعبيش في الحبايه تماما، او انك تحفري، بيبقى دايما الراس البيضاء او السوداء اللي موجوده فوق منها غيظها، فبتبقى اه عايزه ده حقيقي. تشدها. لا، ما ينفعش خالص، لانها هتسيب مكانها الحفره اللي انت بتتكلمي عنها، وترجع بعد منها تبقى سايبه مكانها اثر بني، وترجع تعاني من الاثر. يعني الحبايه سهل انها تروح، الاثر بتاعها مش سهل ابدا ان هو يروح، او تمام. الندبه اللي حصلت او الخرم او الثقب اللي حصل تحت الحبايه مش سهل ابدا ان هو يروح. طيب انا بنصح بايه لو هي خلاص اوريدي حصلت والدنيا بقت خلاص معاها فيها اثار؟ بنبتدي بقى طبعا بعد ما بنعالج حب الشباب ببعض الكريمات، اللي هي ما ينفعش ان انا دايما اقول ان انا اخدت الوصفه من حد، من واحده قريبتي او من واحده صاحبتي وخدتها وهي نجحت معاها فانا هتنجح معايا، لانه انواعه كتيره جدا، بس انا اتكلمت عن اكتر سبب ليه اللي هو حب الشباب العادي. في انواع تانية كتيره جدا، احنا يعني ايه هيبقى ليها اسباب تانية اخرى مش مجال حديثنا دلوقتي، وده اللي هي الشائع بمعنى اصح. طيب انا دلوقتي خلاص عالجتها وخليت البشره حلوه، بس انا عندي دلوقتي اثر بني او عندي ندبه مكانها او خرم مكان الحبايه، دي ملهاش حل غير ان انا اروح للدكتور علشان اعرف منه هودي الموضوع ده ازاي، لان احنا من اول من يعني بنستخدم زي ما بيقولوا الطرق السلميه. يعني ايه الطرق السلميه؟ ان انا يعني بدي شويه كريمات، بدي شويه حاجات انها ممكن تشيل اللون والتصبغ والكلام ده كله، ممكن اعمل شويه يعني حاجات لطيفه في العياده كده بسيطه، لغايه ما انا مش هلاقي نتيجه او نتيجه بتحصل، ابتدي بقى اخش بقى على التقشير، سواء كان التقشير الكيميائي او التقشير بالليزر، عشان خاطر اقدر اشيل الاثر بتاع الحبوب، وبيبقى ده يعني اخر حل بقدر الجا ليه في فشل الحلول الاولانيه. طيب حضرتك الحاجات السلم او الطرق اللي هي اللي حضرتك قلتي تقشير او كده، هل دي بتبقى مرتبطه بسن معين ولا عادي ممكن زي ما حضرتك قلتي اول بدايه حب الشباب؟ هو عادة عادي، احنا ممكن بنقدر نبتدي من سن ال 14 و15 و16 في بعض الحاجات المعينة، بس برضو تحت اشراف طبيب، وعشان خاطر ما ينفعش نعمل ده لوحدنا. الجري ورا الوصفات بتاعة التقشير اللي تحت السلم والاونلاين، لان هي المنتجات دي للاسف بقت بتتباع اونلاين ومش عليها رقابة خالص تماما، وبيجولنا بكوارث في العيادة بحروق، واحيانا بتوصل حروق جامدة، حروق كيماوية جامدة. فارجوكي ما تنسقيش وراء انك انت تجيبي الحاجات دي وتستعمليها من نفسك، روحي للدكتور وهو هينصحك، او على الاقل خالص هيقولك تتصرفي ازاي. النمش دي النمش مشكلة. دايما احنا في الشمس او اول ما بنتعرض للشمس لو احنا عندنا في نمش في وشنا اكتر حاجة بتبان يعني فورا فورا النمش، وكمان ممكن ياخد الدرجة الاغمق اللي بتبقى يعني ممكن نكون متعودين عليها كمان، والله فنعمل معاه ايه؟ في ناس بيبقى ما عندهاش نمش خالص، وتبتدي تظهر مع الشمس والبحر والبسين وتبتدي تظهر، وده يعني الحمد لله سهل، لان هو مش اصل او طبيعه البشره ان هي تبقى فيها نمش، فبيبقى سهله جدا، مجرد انها بترجع وبنبتدي نديها بعض الكريمات اللطيفه المرطبه ولو ما فيش حروق، ونبتدي ان احنا ندي بعض الكريمات التفتيح بتروح تمام. ما فيش فيها مشكله. الفكره بقى في اللي عنده نمش وابتدى ان هو يروح بقى البحر وابتدت انها تزيد، او اصلا هي عنده نمش وعايز ان هو يمشي، طب هتصرف ازاي؟ بنرجع بقى زي ما قلت لك للطرق الغير سلميه بالمره، يا اما ان احنا بنبتدي نعمل تقشيرات بطريقه مثلا كيميكال، او بنبتدي نعمل تقشير عن طريق الليزر. حاجات بتجيب معانا نتائج كويسه وحاجات لا. لا دكتور ده امتى؟ ثواني،
ثواني دكتور، دي مهمة جدا. معنى كلام حضرتك ان النمش هو طبق يعني على الطبقة الخارجية بس؟ يعني هل انا لو عملت له ما هو تقشير؟ انواع في ناس بتبقى الطبقة الخارجية بس، وهو ده اللي هو الشخصية اللي كانت ما عندهاش نمش وابتدى يظهر لها شوية نمش كده بسيط لما تعرضت للشمس، فهو ده سطحي وغالبا بيروح. انما التاني اللي هو بقى في ناس عندها لا نمش داخل في طبقات الجلد والصبغه موجوده من جوه، فده للاسف الشديد بيبقى علاجه صعب شويه. بنقدر ان احنا نخفف لونه بس ما بنقدرش نزيله 100%. بس بنقدر ان احنا نقول ده ايه بالظبط، يعني اذا كان هو بالتجربه بنعرف بالتجربه، بنعرف لما بنحصل معانا نوع من انواع التقشير وما بيروحش بنعرف ان هو متوغل في طبقات الجلد تحت. طيب الروتين اليومي للغسول طبعا برضو بيختلف، فسريعا كده عايزه حضرتك تقول لنا كده يعني ازاي انا اختار غسولي الصحي لبشرتي. طيب زي ما قلنا في اول الحلقه خالص، انا هعرف بشرتي ازاي؟ طريقه المنديل اللي قلناها، وان احنا نحط على المنديل لو سواء كانت جافه او عاديه او دهنيه او مختلطه. طبعا المختلطه بالمناسبه بيبقى طبعا التيزون من اول هنا والخدود والمناخير، دي بتبقى دايما هي الطبقه اللي فيها دهون، الباقي البشره بيبقى عادي جدا ما فيش فيه ادنى مشكله. وطبعا كل منتج موجود في الصيدليه بيبقى موجود عليه 1 2 3 نوع البشره اللي موجود، فانا هختاره على اساسه. طيب انا دلوقتي يا اما حاجه من اتنين، حتى لو الدكتور وصف لك الغسول ده هو مش هيبقى يعني قران كريم ان هو هيبقى هو الغسول ده اللي انت يعني تمام. الموضوع ماشي بالتجربه والخطا. ازاي يعني؟ انا دلوقتي استخدمت الغسول ده ريحني والدنيا لطيفه وكويسه وزي الفل، ومنظف بشرتي وما بيخليش بشرتي تشد بعد منه، ما بيخليش بشرتي تجف، ما بيخليش بشرتي ان هي تطلع حبوب، يبقى خلاص انا مبسوطه بيه جدا. بعض الناس تقول لك انا بعد شويه لا انا بستخدمه بقالي 3 شهور انا لازم اغير. ما ينفعش. ليه 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 ما غيروش؟ حلو، بدل انا مبسوطه بيه. ثقافه ان انا اغير المنتج بتاعي اللي مريحني مش صح. احنا كمان بنعمل كده حتى على الشامبوهات وكده برضو، بالزبط. يعني بنقول احنا خلاص يعني لا هو بيبقى نوع من التغيير يكون افضل. يعني لا هو التغيير مش افضل، انا ممكن اغير المنتج لو هو مش مريحني او عامل لي نوع من انواع الحساسيه او المنتج اتضرب في السوق. لكن طول ما انا مرتاحه مع المنتج خلاص اكمل. يعني يعني لو لقيت منتج تاني احسن وبسطني اتس اوكي ممكن اجربه، انما انا بروح اجرب منتجات تانية كتير في النص وارجع اقول لا 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 ده هو الاولين ده اللي كان مريحني انا هرجع له تاني. تمام. وده بيحصل. طيب انا كده خلاص اخترت الغسول ولو مش مريحني خلاص انا بركنه فورا واقول خلاص انا شكرا مش هعمله تاني وادور على غيره لغايه ما يوصلني لواحد مريحني. تجربه وخطا. بعد منها خلصت يبقى الترطيب الشديد بعد منها، ثم الترطيب ثم الترطيب بعد الغسول وقبل الغسول، وكل ما تفتكري وانت في الثلاجه بتفتحيها حطي كريم مرطب، وانت رايحه على الحمام حطي كريم مرطب، كل ما تفتكري حطي كريم مرطب يكون انت بتستحمليه ويكون كويس معاكي. طب بالنسبه للكريمات المرطبه اللي انا هحطها في كل اماكن البيت، نصيحه وبرده بسرعه لاي ام شنطتها المفروض تكون جاهزه ازاي في الصيف لاولادها؟ طيب يعني اهم الحاجات اللي تبقى موجوده في شنطتها. اولا واقي الشمس لازم يكون موجود، المرطب لازم يكون موجود، المناديل مش هقول لك المبلله، المناديل المبلله دي من اخطر ما يكون ان هي تستخدم على فترات، لان هي مش حاجه لطيفه خالص بالمره. لا انا اروح اغسل ايدي افضل لي بكتير جدا، ما ينفعش ان انا احطها في شنطتي عماله على بطال، لازم استخدامها يكون للضروره القصوى. وخصوصا مع البيبيهات اللي تغيير الحفاضه الام بتستسهل وتروح جايه مغيره بالمنديل المبلل، مش لطيف بالمره خالص وبيجي منه مشاكل كتيره جدا من التسلخات. بعد كده برده كمان لو في الشنطه بعض الحاجات الاسعافات الاوليه اللي هي ممكن تكون مثلا ايه، ممكن برشامه حساسيه، ممكن برده كمان يعني المفترض بقى لو هي عارفه ان ابنها عنده مشكله او بنتها عندها مشكله وبيجي لها حساسيه بصوره اوفر، لازم يكون امبول الكورتيزون معاها في الشنطه. ده كده يعني واقي احتياطي معاها. احتياطي لو هي عارفه ان هو ممكن يحصل له ورم او بيحصل له حاجه من الحاجات دي. وان شاء الله تبقى بسيطه يعني باذن الله. أكيد. وما تضطرش لاي حاجه من دي خالص. ان شاء الله باذن الله. بشكر حضرتك جدا دكتور ايمان عزازيه اخصائيه الجلديه والتجميل بالليزر، بشكر حضرتك وان شاء الله تكوني معانا في حلقات قادمه باذن الله كتير. بإذن الله. بشكر حضراتكم وباذن الله تكونوا معانا في الحلقه القادمه. وستات.com